وككل أسبوع وككل يوم خميس نسترشد ونتنور بالرأي السياسي والوطني لرئيس حزب السلام اللبناني استاذ روجيه قدي. صباح الخير. صباح النور. يسعد لي هالصباح. عن شو بدنا نحكي اليوم نحن وياك؟ أول شيء عن الخطة التي قدمتها الحكومة وتأمل منها دعم صندوق النقد الدولي. نعم. ثانيا سنتحدث عن خيارنا البديل، لأننا نعتبر هذه الخطة أنها وصلت ميتة، وسنشرح لماذا. وأود قبل الختام أن أوجه التحية لرئيس وزراء العراق، هذا العراق ذو الأكثرية الشيعية، هذا العراق الذي يعتبر الجميع في العالم العربي وفي العالم أنه بعد الحرب التي تذكر ولا تعاد، بعد الحرب التي كلفت تريليونات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي، أضحت بنظر العالم أنها أصبحت بإمرة إيران كما لبنان كما سوريا الأسد. واليوم نكتشف أن الوطنية العراقية غلبت، وأن رئيس الوزراء العراقي الجديد الذي رحب به العالم من بومبيو في الولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم العربي، والقيادات الرئيسة والأساسية في العراق ومنها الحكيم، هذا الرجل لو تبنت الحكومة اللبنانية بيانه وشعاره لكنا معها 100%، ماذا قال؟ قال نريد حلول ولا أزمات، يعني لا استمرار لأزمة الإقراض بالنسبة للبنان، إقراض دولة فاشلة مفيقراطية سمعتها والثقة بها مفقودة في لبنان والعالم. وأهم من ذلك كله قال المسألة السيادية رئيسة، حصر حمل السلاح بالدولة العراقية وبقيادة الجيش العراقي والقيادة العليا لهذا الجيش، بحيث تكون السيادة في كل مضمار بيد الدولة. لو فعل رئيس الوزراء حسان دياب هذا الذي فعله رجل ليس معروفا تاريخيا إلا كان رئيس مخابرات مصطفى الكاظمي، لكان العالم العربي معه والعالم معه وشعبه معه، ولربح ما خسره سواه مما تولوا رئاسة الوزارة منذ بدأت الحروب الغير في لبنان نهاية أمس. بكل أسف أتى بمشروع هو يعلم وحكومته تعلم أنه وصل ميتا لدى الرأي العام اللبناني، ميتا لدى الصندوق النقد الدولي أو من يعطي الضوء الأخضر للصندوق النقد الدولي حتى يساعد أو لا يساعد دولة من الدول، وهو دائما الرئيس الأمريكي. تاريخيا هو الأمر كذلك بالنسبة لكل المؤسسات التي عبر الأمم المتحدة تدعم أو تمول، لو شاركت فيها بحصة صغيرة كدولي أو غيرك، القرار لتمرير أي مشروع للبنك الدولي للIFC الانترناشنال فاينانشال كوربوريشن، صندوق التمويل الدولي، وللIMF يمر بالضوء الأخضر. والضوء الأحمر سمعناه من واشنطن، وسمعناه بنوع خاص ممن هو اليوم في واشنطن في بروكينغز انستيتيوت، الرجل الذي مع الكونغرس كما مع الحكومة ولو كان من الحزب الديمقراطي أصلا، وهو جيفري فلتمان السفير السابق في لبنان الذي فيما بعدها أصبح نائب وزيرة الخارجية في حينه كانت هيلاري كلينتون.
قالها بوضوح وبمقال مكتوب وموثق وصراحة: المساعدات التي كان البحث فيها مع صندوق النقد الدولي كانت مبنية على أساس دعم القطاع الخاص أو الـNGOs، يعني المؤسسات المدنية، وليس الدولة، لا سيما الدولة التي ليست سيدة والتي والحكومة التي بنظره كما بنظر العالم المراقب كما بنظر أكثرية اللبنانيين لم يكن ليكون لها وجود لولا حزب الله وحلفائه في مجلس النيابة. علي أن أقدم المشروع البديل، لأنه هن قدموا مشروع وصل ميت، ومشروع يخرب الاقتصاد اللبناني الذي خربه على مدى عقود سياسات مصرفية وسياسات حكومات لتمويل نفسهم من خلال الدولة، سياسة المفروقاطية، الفوائد العالية التي يدفعها من يغامر ويوظف في الاقتصاد اللبناني، فخربوا الاقتصاد، أحرقوا الاقتصاد، أضنوا الاقتصاد. لا نقد ولا عملة لها أساس وقاعدة إلا بالأساسيات الفندمنتالز، اللي هي الفندمنتالز الاقتصادية. قيمة العملة ليست دولار، قيمة العملة هي قدرتها الشرائية، وهي والدولار وسواه قيمته بالنسبة للعملة الوطنية لأي دولة في العالم مبني على السياسة الاقتصادية وعلى الصلابة الاقتصادية وعلى الازدهار الاقتصادي الذي أدت إليه هذه السياسة. أستاذ روجي أدي، اسمح لي بس أعمل مداخلة معك وأقول لك أنه ذكرت قبل شوي حزب الله. حزب الله موجود بالبرلمان بالوزارات المتعاقبة نتيجة قوة شعبية انتخبته بانتخابات ديمقراطية. لا أعترف بالقوة بالانتخابات، نسي هذا، نعرفه. هلا هذا شيء موضوع تاني، ولكن بيكون موجود بغير سلاحه. وزير الخارجية، انتبه، عم تدفع ثمن. ما في زي نصر الله على الحكيم. نعم. على ابن باقر الحكيم. ما في، لا إيه، بس كمان ما فينا زيد مثلا. استاذ روجيه اسمعني، اذا بتعمل معروف روجيه، استاذ روجيه، اللبنانيين جميعا بما فيهم حزب الله، نعم، يتوجهوا لبنانيا لينقذوا لبنان. استاذ روجيه بس اسمعني، وزير خارجيه لبنان استدعى من يومين وسفير المانيا بلبنان وبلغوا انه انتم عم تهاجموا حزب الله. بدك تحكي لي بالتفاصيل؟ طيب. هولي شو هودي مأجورين، يعني ما عم تعترف مش معترف بالدولة اللبنانية؟ نعم. هولي حزب الله عطاهم تعليمات، انتهى الموضوع. عندك اليوم حكومة حزب الله وعم نغلط ان عم نتصرف بطريقة انه عم نظهر ان فعلا حكومة حزب الله، ولكن البطريرك الماروني دعمها والأساقفة وكل الناس عم بتقول انه اتركوا لهم يشتغلوا، يعني اتركوا هالحكومة هيدي تشتغل درءا لكأس المرة اللي قد تكون لا سمح الله الحرب الأهلية. الحكومة ولدت ميتة بمشروع ميت ولا مستقبل لها بعد اليوم سوى إدارة تفاقم أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وانهيار العملة لقعر لا أود ألا أشير إليه. هلا رايحين على 5000 أول باس. خليني أقول لك شو خياري البديل. بتقول لي انا ما بنتقد ولني خوري او مطران بطلع بعض بياخذ موقف وبروح بنضب. لا، عندي الخيار البديل. خيار البديل هو ضرائبيا لانقاذ الاقتصاد اللبناني والاشعال الاقتصاد اللبناني الزكاة، لا ضرائب سوى ضريبة الزكاة، وتكون تصاعدية من 0.0 او 0.01 بالمية، تطبق على الجميع دون استثناء، على كل، يعني حتى اللي حامل كشي على الطريق، من 0.01 الى تصاعدية 2.5%، اكثر من 2.5%. هنالك لعب بالضرائب، هنالك تهرب من الضرائب، لا يدفع الا الاوادم، لا يدفع الا اللي منن في المافيوكراسية ولنن عملاء وازلام المافيوكراسية. نعم. واحد، عندئذ اللبناني وغير اللبناني يهتم بالتوظيف الاقتصادي اللبناني. اثنين، لا قروض، لا إقراض لهذه الدولة ولا إقراض لهذه الحوكمة. لقد نحن نسعى اليوم لإعادة برمجة سندات الدين، وأنا أقترح 10 سنوات، ثلث
ثلث سداد الدين 10 سنوات تبرمج لعشر سنوات بالدولار، ما 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 في مشكلة. نعم. بالدولار صفر فايدة. استاذ روشيد. الثاني 30% باختصار. نعم. ايه. ست الثاني 30% في ثلث 30% فايدة على 30 سنة فايدة 1%. ثالثة على 100 سنة 1.5%. إذن نعم. ما بنلغي ولا بنقص الشعر ولا سند دين يمتلكه المصرف المركزي أو المصرف اللبناني، إنما نعيد المربجة وفق الأسواق الدولية. اليوم الأسواق الدولية هيك. نعم أستاذ روجي، فيك توظف هذه السندات. نعم. لما بتصير مصرف تحتفظ فيه أو المصرف المركزي فيك توظفهم بالصندوق. أنا مشروعي في صندوقين، في صندوق للبنى التحتية وهو صندوق خاص تديره من يديره من يساهم به، إن كانوا اللي ساهموا بسادر. نعم. أو خارج اللي ساهموا بسادر أو اللبنانيين. هذا الصندوق التي تديره الصناديق والمساهمين به يمكن أن توظف سندات الدين فيه، أو يمكن أن يشتري هو. نعم. سندات الدين. أستاذ روجي، الثاني هو الصندوق التطوير، لأنه لبنان بحاجة إلى دعم الاقتصاد الخاص، دعم القطاع الخاص، لأنه هذا الذي يوظف. غدا معاش كل موظف بالدولة بيصير بالأرض كأنك ما عم تعطيه معاش. نعم. فتفضل تحلي الباب حتى يقدر القطاع الخاص يوظف ويدفع لكل إنسان. نعم. أستاذ روجي أدي، نحن منتنور أكيد كل أسبوع بمداخلتك، ومنتمنى لك كل الخير، ومن هالمنطلق هيدا إلى اللقاء الأسبوع المقبل كمان مع آراء جديدة وكشف جديد للرأي الوطني اللي بتتمتع فيه. رئيس حزب السلام اللبناني روجي أدي، يسعد صباحك ونهارك سعيد يا رب.